انهيار بيتكوين وكسر مناطق 60,000 دولار وارتداد ناجح الى مناطق 62,000 دولار بعد تأكد قوة دعم مناطق 62,000 دولار. طبعا هذا الانخفاض ما جاء عن عبث، جاء نتيجة ضربة ايرانية لاسرائيل، وطبعا تم استهداف اسرائيل باكثر من عشرات المسيرات اللي دخلت حدود الاسرائيلية القادمة من العراق. طبعا اصدقائي ما حنتكلم بالسياسة، رح نتكلم بالاقتصاد وشو تأثير هاي الضربات على سوق العملات المشفرة وعلى سوق الفوركس. اولا في عندي عملة مهمة اللي هي عملة البي اي او عفوا عملة الباكس جي يو اس دي تي. هاي العملة غطاء الذهب وسعرها طبق الاصل عن سعر الذهب. في لحظة مفاجأة رغم ان الاسواق مقفلة حاليا، لما بنشوفها العملة ضربت مناطق 3,400 دولار بعد اقفال سوق العملات بالفوركس واقفال الذهب على مناطق 2,344 دولار. صار انخفاض لمناطق 2,344 دولار، سكرت اسواق على هاي الاسعار. لكن العملة المشفرة الباكس جي يو اس تي، هاي العملة لغطاء الذهب وسعرها طبق الاصل عن الذهب اللي هو الذهب رقمي، طبعا بيرتفع الى مناطق 3,400 دولار. كانت هاي العملة متماشية تماما مع اسعار الذهب. فعندي احتمالين، يا اما بتكون هاي العملة فكت ارتباط عن الذهب، يا اما فعلا الذهب صعد هذا الصعود الصاروخي الى الاعلى، وطبعا ممكن بشكل كبير يوم غد بعد 24 ساعة من الان يفتح السوق الذهب على جاب صعودي كبير جدا. مثل ما بنعرف الذهب بيعشق الحروب، وطبعا اي عملية هدنة بتسبب انخفاض للذهب. بالوقت الحالي اصدقائي بشكل كبير ممكن نشوف جاب صعودي على الذهب. اما بالنسبة للعملات المشفرة الى حد الان السوق ليس واضح للدخول، ممكن بشكل كبير نهبط لمناطق 58 او 59,000 دولار ونرجع نمتد مرة تانية. لكن اذا انت داخل سبوت فيفضل تعزز من المناطق الحالية بجزء بسيط من رأس المال، في حال انخفاض ترجع تعزز مرة تانية. الارقام اللي عم نشوفها بالوقت الحالي ممكن خلال الساعات القادمة او الايام القادمة ما نرجع نشوف هاي المناطق مرة تانية على سوق العملات المشفرة. هاي بكون وصلنا هاي الفيديو اصدقائي، وانا متابع معكم على التليجرام. نزلنا مقاطع على تليجرام، رابط موجود اسفل الفيديو ورابط موجود في بناء القناة. مع السلامة، دمتم بخير.